يبقى يونت 9 is called starting again with the multiple signs دي new life old life. وجايب هنا بقى الحاجات اللي المفروض الاوبجكتيفز starting again this is the title. عندنا بقى نشوف ايه في الريدنج. read three texts about people who have experienced a big change in their lives. ناخد ثلاث نصوص كده على اشخاص experienced a big change in their lives. قلنا الوحده اللي فاتت نشوف كلمه experience كناون اللي هي كان معنى خبره تبقى uncountable او تجربه حياتيه. هنا بتستخدمها كفعل بقى experience يعني يمر بيه او يجرب. يعني ثلاث اشخاص جربوا او مروا بيه a big change غير كبير in their lives. ايه طبعا lives دي جمع كلمه life. ماشي. writing write an opinion persuasive essay. هنكتب مقال بيرسويسيف يعني اقناعي. طبعا بيرسويسيف الفعل منها ايه؟ بيرسويت. انا عندي بيرسويت كفيرب، عندي بيرسويسيف ادجكتيف يعني صفه مقنع يعني، وعندي بيرسويجن اللي هو الايه؟ اقناع. طب لما اقول شخص بقى اقتنع برايي بيرسويتد يعني، اقول بيرسويتد يعني بقى مقتنع، صفه برضه زي كلمه ايه بقى؟ بيرسويسيف. بس الصفات دي مش فيها اي ان جي، فاكرين اللي احنا بنقوله؟ بيرسويت persuaded يعني مقتنع. طب مقنع persuasive نفس الكلام زي ما انتم فاكرين قبل كده embrace وامبريز وامبريسيف. ماشي. زي ما قلت الاي دي مفيش مشكله. مشكله في ايه؟ في الاي ام جي. في الليسننج هناخد ان انترفيو وذ ا بزنس مان. هناخد مقابله مع رجل ايه؟ اعمال. ويلبس نشوف بقى الكلمه دي entrepreneurs. تاني بادئه في ايه؟ كان الكلمه دي اصلها فرنش فالنطق بتاعها زي الفرنساوي شويه. اسمها entrepreneurs. entrepreneurs اللي هو رواد الاعمال. في فرق بين بزنس مان وانتربرينير. الفرق البسيط كده ان بزنس مان ده واحد بياخد تعليمات ويقوم بها، ولكن الشخص اللي بياخد ريسك مخاطره مجازفه بيجازف بفلوسه كلها باصوله كلها اسمه entrepreneur. رواد ايه؟ اللي هو الشخص كده اللي هو لايبل عنده استعداد او willing to have risk ان يكون عنده بقى مخاطره او مجازفه يقوم بكده مشاريع جديده بنسميه بقى entrepreneur. هناخد النهارده الكلمه دي نطقها entrepreneur. وفي entrepreneurship اللي يقصد بها برضه اداره الاعمال اللي فيها ايه؟ مجازفه. وentrepreneurial الصفه منها يعني النطق غريب شويه بس دي اللي هناخدها النهارده. to start their own companies هيبداوا بقى شركات ايه بقى؟ خاصه بهم. احنا لسه بنشوف الاوبجيكتيفز اهداف الوحده التاسعه دي. بعد ما نخلص الوحده التاسعه ان شاء الله ممكن نبتدي نشتغل في القصه بقى، ممكن نخلصها كلها الاول وبعدين نرجع على الوحدات او العكس يعني. انتوا تحددوا بقى تمتحوا الاربع الجايه ولا تخلوها لحد؟ ها؟ الحد عشان يبقى فيه ايه؟ لا لما اخد رايكم بتبقى الامور صعبه شويه. خليها لحد يعني. طب خلاص اخر حصه لكم الامتحان امتى؟ ماشي. سبيكينج مش هناخد راي حد بقى. سبيكينج ديسكاسينج ذا ليسنز ذات كان بي ليرند. هناخد كده مناقشه الدروس اللي ممكن تتعلم يعني. طبعا ده بقول اهو فروم اولدر بيبول. اولدر بيبول دول عندهم ويزدم حكمه. هناخد النهارده الفرق بين ويزدم ونولج. يعني نولج معرفة اللي ممكن اي حد يعرفه حتى لو صغير في السن، ولكن ما يكون شخص بقى عنده اكسبيرينس يعني خبره. ممكن اقول اكسبيرينسد واخدينها قبل كده ذو خبره متمرس، او اقول عنده ويزدم يعني حكمه. طبعا الصفه منها وايز. هناخد ايه بقى في اللانجوج؟ حاجات اتقالت قبل كده بس متجمعه اللي هو كونتيفايرز. هناخد فرق بين افيو ايه وفيو. واخدينها في اولى ثانوي لما كنا ناخد اعداد الايه نقول الكاونتبل وايه وانكاونتبل. طبعا افيو قليل ويكفي وفيو لا يكفي. ده مع الكاونتبل يعني معدود. هناخد ليتل وايه؟ ليتل. هناخد كلمة نان وايتش ها؟ وايفري. يبقى الفرق بين ايتش وايفري بسيط كده. ايتش لما اقول كل على حده، ايفري لما اقول الكل بمعنى ايه بقى؟ اول. وكلمة ايتش هنا معناها اثنين يعني بوث. يعني اقول مثلا ذا اولد وومن از كارينج باجز. السيدة شايلة شنط ان ايفري هاند ولا ايتش هاند؟ ايتش هاند. ايتش معناها تو او بوث. ماشي؟ طبعا اتقال بالتفصيل الجزء ده. مين اللي جاي متأخر يا فندم؟
هشتغل وما اتكلمش معاك. حاضر ماشي. هنفتح البوابة لغاية الساعة 1 عادي، الطالب يحضر عادي مش مشكلة. اعتبر ان الناس دي مش جايه من بره البلد. لايف سكيلز المهارات ايه الحياتيه، هناخد ريزيلينس يعني المرونه. ريزيلينس معناها ايه؟ المرونه. يبقى الوحده دي اسمها ستارتنج ايه؟ اجين. طيب تعال نعكس كده في الكلمات. هناخد الاول الديفينيشنز اللي هي تعريفات. هي دي مش واضحه الصبر دي؟ لو واضحه يعني خلينا هنا بس عشان تعرفوا انا عاوز اقول ايه. اول كلمه بقول بانكينج بروسيجرز، هنرجع لها دلوقتي بس احنا بناخد بس التعريفات. بانكينج بروسيجرز يعني اجراءات ايه بقى؟ مصرفيه. يعني بانك اون ذا فلاي اي ان جي، وعندي كلمه بروسيجرز تترجم اجراءات قريبه قوي من كلمه ميجرز. ولما اجيب قدامها بانكينج بقى، يبقى لما اقول بانكينج واخد الاثنين دول هنترجم اجراءات بنكيه او مصرفيه. بنك او مصرف اللي هو بنك يعني. يبقى اقول بانكينج بروسيجرز او بانكينج ميجرز. طب ساعات كده نروح في المطارات يعملوا تفتيش في الشنط كده، يقول لك اتس جاست انها مجرد سكيورتي ميجرز، يعني اجراءات امنيه. ماشي؟ فهنا بقول بانكينج ميجرز، بقول ستيبس يعني خطوات. الاجراءات عباره عن خطوات. ستيبس وركرز ذات وركرز نيد تو فولو تو كومبليت ا بروسيس ان ا بانك. طيب كارير دايركشن. دايركشن يعني ايه؟ اتجاه. تنفع اتجاه او تنفع توجه. تنفع ايه؟ يعني انت رايح مكان كده وما انتش عارف المكان وجيت لوست يعني ايه؟ دور. بتقول لشخص كده كان يو جيف لي دايركشنز تو ذا هوسبيتال؟ ممكن تقول له ايه؟ الاتجاهات. يقول لك مثلا جو اواي او جو الونج ذيس ستريت مثلا انت ليفت رايت اتس اولويز ات. دايركشن النهارده بناخدها معناها توجه او ايه؟ تحول. يعني واحد شغال في وظيفه معينه في بانكينج يعني الصرافه البنك يعني، ويروح لتيتشنج تدريس، يبقى ده سيم ولا ديفرنت؟ اسمه كارير دايركشن، توجه ايه؟ وظيفي. بقول ذا واي كبرها كده عشان تشوفوا يعني ايه التوجه الوظيفي بقى؟ The way that someone is changing or developing their working life. طريقة تغيير ايه؟ حياة او توجه وظيفي. Common sense بقول حسن ايه؟ ادراك. ساعات احنا بنسميه بالعربي المنطق. Common sense زي كلمة logics. logics يعني ايه؟ المنطق. هو حضرنا في اولى ثانوي logical منطقي وعكسها logical غير منطقي. ماشي؟ بقول common sense. common sense حسن الايه؟ الادراك. بقول a simple understanding اللي هو عبارة عن فهم بسيط of how something works لكيفية عمل الأشياء. contribution طبعا دي كلمة قديمة يعني ايه؟ مساهمة. الفعل منها ايه؟ contribute اللي ياخد حرف جر to contribute to. بقول doing something that make to make a difference to a situation، تعمل حاجة عشان تضيف فرق الايه؟ الموقف. ما ننساش ان كلمة make a difference to راجع معانا يحدث فرق، بتاخد فيرب ايه؟ ميك، وتاخد كلمة ديفرنس ممكن اجمعها مع حرف جر ايه؟ تو. طيب هنا بقول امبلويمنت اللي هو ايه؟ توظيف. ايه التوظيف؟ وين سمون از بيد تو دو ا جوب، واحد بيدفع له فلوس عشان يقوم ايه؟ وظيفه. لما اقول امبلويمنت نقول بقى الفاميلي بتاعتها امبلوي يوظف. طب امبلوير صاحب عمل. صاحب عمل. امبلوي موظف. امبلويمنت توظيف. توظيف او العمل. وقال امبلويمنت. طب في صفه اسمها امبلويبل يعني صالح للعمل، عنده سكيلز يعني ايه؟ مهارات. طيب لو لما اكتب كلمة employ بمعنى يوظف اكيد انتوا فاكرين بتساوي ايه؟ يبقى لما اكتب كلمة employ ممكن تساوي hire و take on، وعندنا take on، وعندنا برضو اقول appoint دي بمعنى يوظف او يعين. appointment التوظيف برضه، وممكن معاها معاد. يبقى employ هنا بمعنى ايه؟ يوظف. ممكن تساوي hire وtake on ها؟ واappoint طبعا عكسها ايه؟ hire يمسك وdismiss وsend away. employment نشوف بقى الكلمه دي entrepreneur تاني؟ entrepreneur بقول لكم نطقها زي الفرنساوي شويه. entrepreneur بقول رايت ايه؟ اعمال. قلنا مختلف شويه عن بزنس مان، رجل ايه؟ رجل اعمال كده بياخد instructions يعني ايه؟ تعليمات ينفذها. امال الشخص بقى اللي هو ريسكي مجازف
بنسميه انتربرينور، سمون هو ستارتس ا نيو بزنس، بيبدا عمل ايه بقى؟ جديد، يعني دايما ما يكونش عمل تراديشنال مش كونفنشنال تقليدي، اور ارينجز بزنسز ديلز ويز ارينجز بزنسز ديلز، يعني ايه ديلز هنا؟ صفقات، ديل كفعل يتعامل مع، ماشي؟ ديل ويز يعني ايه؟ امال هنا كاسم يعني ايه؟ صفقه، ان اوردر تو ميك ماني اوفن ان ا واي بطريقه ذات انفولفز فاينانشال ريسكس. الطريقه بتاعت الانتربرينور بتشمل او بيكون فيها فاينانشال ريسكس، يعني مجازفات ماليه، يعني ممكن كده لوز اول هيز ماني، بس المهم هو بدا بحاجه نيو، يعني ده الفرق البسيط بين انتربرينور وبزنس مان. لايف اكسبيرينس خبرات تجارب ايه؟ الحياه بول ذا نوليدج يو جين فروم لايف، المعرفه اللي تسيبها من الحياه. لايف تشينجينج بول يؤدي لتغيير جذر في الحياه، لايف تشينجينج دي صفه. بول something so important that results in، results in يتسبب في، results in يعني ايه؟ يتسبب في in your life being different. reinvent ترجمة دي يعني تأهيل او بشكل من جديد. reinvent to change who you are by starting a different job، زي ما قلت واحد شغال في banking البنوك وهيبقى teacher، يبقى ده يعتبر برضو ايه؟ تغيير، وبنسميه كده يعني change the direction of the job. wisdom حكمة، الصفة منها wise، the ability to use your knowledge of life to make a good decision، المقدرة ان تستخدم معرفتك في الحياة لعمل good decisions، يعني ساعات يقول good، ساعات correct، ساعات يقول right، ساعات يقول sound decision، سليمة او صحيحة sound. طيب هنا بقول working knowledge اللي هي المعرفة اللي بقى العملية، a basic level of practical knowledge. طيب deal definitions، نروح بقى لمعظم الكلمات الموجودة في الوحدة، نرجع نتقال شوية. بقول banking procedures إجراءات إيه؟ مصرفية. قلنا كلمة procedures ممكن نسوي إيه؟ measures طبعا، banking مع ING. career direction توجه إيه؟ او التحول الوظيفي. ودايركشن معنى تاني اتجاه، دايركشن اتجاه او توجيه. كومن سنس حسن التدبر او حسن ايه؟ تمييز. ساعات بنسميها ايه؟ منطق، او ساعات بنترجمها شعور عام يعني. كونتريبيوشن مساهمه. بول امبلويمنت وظيفه او توظيف او تشغيل. وانتربرينير رائد ايه؟ عمل. نيجي بقى انتربرينيريال، ريادي، يعني لو قلنا انتربرينير ده بايونير، يعني ايه بايونير؟ رائد في مجاله يعني. طب الصفه من بايونير ايه بقى؟ بايونيرنج، يعني لما اقول كده، لما تيجي ترجمه مثلا زي دي كده، ايجيبت از ثوت اوف از ا بايونيرنج كونتري in the Middle East. كلمة بايونيرنج هنا ريادي، وكلمة thought of as يعني تعتبر او تصنف، ماشي، تعتبر مصر دولة ايه بقى؟ ريادية او رائدة، دي او دي. In the Middle East، فين؟ شرق الأوسط. يبقى كلمة بايونيرنج هنا قريبة من كلمة ايه بقى؟ انتربرينيريال، يبقى دي أجيكتيف يعني صفر، يبقى انتربرينير رائد ايه؟ أعمال. انتربرينيريال ريادي، أو ينطبع على ايه بقى؟ مجازفة. على فكرة ممكن تصف الشخص أو البيزنس العمل، يبقى انتربرينيريال مان أو بيزنس، يعني ممكن تيجي عاقل وغير عاقل. انتربرينير شيب اللي هي ايه بقى؟ المجازفة. يبقى يعتبروا واخدين اثنين اسماء واحده صفه، الصفه انتربرينيريال، ولكن الاسم الاول انتربرينير او انتربرينيرشيب اللي هي المجازفه الاقتصاديه. لايف اكسبيرينس خبرات تجارب الحياه. لايف تشينجينج reinvent يعيد ايه؟ تاهيل او يشكل من جديد كده او يصلح. ويزدم اند وركينج نوليدج اللي هي المعرفه العمليه. بعض الكلمات بقى اللي ممكن تلاقي قديمه هنا، بقول ارتس يعني فنان، بانكينج الاعمال المصرفيه، بوتل معبأ في ايه؟ زجاج، يعني خد كلمه بوتل وضفناها ايه بس؟ دي، اصبح بوتل يعني معبأ بزجاج. بريك داون بقول يتحلل او ايه؟
حط التعاطف. احنا واخدين قبل كده بريك داون ديفريز الفيرب. بريك لو حضرتك يكسر. لما احط لها حرف جر واخدين قبل كده الكلام ده. لما احط حرف جر والمعنى يختلف اسمه فريز الفيرب. اسمه ايه؟ فريز الفيرب. ماشي؟ يبقى لما اقول بريك داون يتعطل بتساوي ستوب وركينج. توقف عن العمل. ولو جت الاشخاص انا هقعد اعصر الكلام من اولى ثانوي بريك داون. بابل بقول فقاعه او دائره او حركه. حتى عندكم لما تيجي تشتغلوا في اخر السنه في الامتحانات هتاخدوا البوكلت وهتاخدوا البابل شيت. البابل شيت عباره عن ورقه فيها دوائر فقاعات ماشي بيسموها بابل. فاقول بابل هنا فقاعه او دائره او حلقه تشانس طبعا حظ او ايه فرصه. لا لما اقول بقى باي تشانس صدفه بتساوي باي اكسيدنت او اكسيدنتلي. كلاس دوره تدريبيه او صف دراسي. لا معنى ثاني في اللغه طبقه هاي كلاس الطبقة اللي هي وميدل ها ولو والفعل هنا كلاسيفاي. رجع النهاردة فوكال كلاسيفاي يعني بقى يصنف. لو الطالب كده فضل الكلمات بس احفظها ويسمعها مرة واحدة هينساها. كرييتيف إبداعي أو مبدع الفعل منها كرييتيف هنا كرييشن. ديفولوب يطور أو ينمي ديفولوب. فاكتورز عوامل كلمات مهمة جدا في الترجمة. فاكتورز فاشنبل على الموضة عكسها بقى أولد فاشن أو أوت أوف ديت أو أوت ديتد. فاونت النافوره نافوره مياه. جين يكتسب قلنا في الاولى ثانوي يكتسب شيء ايه معنوي اكسبيرينس ويزدم يعني ايه نوليدج معرفه او يكتسب ويت وزن ماشي او ممكن جين سبيد يكتسب سرعه بالنسبه للالات او المحركات. هولد هيلد واللي يحتوي على او يقيم. لو انا ماسك القلم زي ما قلنا قبل كده ام هولدنج قبل هولد معنى يمسك ماشي. طيب لو قلت كده this stadium الاستاد ده can hold 7000 spectators يتسع. ترجمته بالعربي ايه؟ هذا الاستاد يتسع 70000 متفرج. يبقى لما اقول hold يعني يمسك تنفع ايه؟ يتسع. حد فاهم حاجه؟ او الحوادث ممكن تتسع لكام لتر؟ hold برضه تشيل يعني. طيب hold لها معنى ثاني بمعنى يعقد. The conference المؤتمر كده will be held سوف ايه؟ هيقعد مثلا next week. واخدنا قبل كده مثلا hold a belief يؤمن يعتنق فكره معينه او اعتقاد معين. hold a belief. hold ingredients عناصر او ايه؟ مكونات. طبعا واخدين مكونات ingredients واخدين recipe الوصفه نفسها. inspire يلهم. طب inspired ملهم. inspiring دي بالايد هو النجاعات. الانسبريشن اللي هو الايه؟ الهاب. انستراكشنز تعليمات بتاخد فيرب جيف. انفنتور مخترع او مبتكر. نولج معرفه. ميتال معدن. وطبعا بينتنج لوحه ايه؟ مرسومه او فن الرسم نفسه بينتنج. طبعا بتلاحظوا كده ان مش كل الكلمات جديده يعني احنا لو ركزنا شويه هنراجع ونحفظ الكلمات واحنا لسه قاعدين هنا. باشن شغف او ولع يعني حب لشيء خلاص. باشن اسمه ايه؟ باشن. بيرفكت مثالي دي صفه وتنفع بيرفكت يتقن. بيرفكت مثالي بتساوي كلمه ايه دي؟ لو عاوز كلمه بتساوي بيرفكت. ايديال ما خدناش ايديال؟ لما قال ايديال فاميلي العالم المثالي. ايديال تيتشر مدرس مثالي. ايديال ماذر يس. بوتنشال قدره او احتماليه لها معنيين قدره او احتماليه. بس دايما البوتنشال تبقى القدره العقليه اكتر من الجسديه. القدره الجسديه ability امال العقليه بوتنشال اقوى من كلمه ability. بروسيجر قلنا اجراء بتساوي ميجر. كوانتيفاير بقول تعبير كميه او محدد كميه اللي هو الجرامر. كوانتيفاير زي ما كلمه زي ما قلنا في الاول a few few ليتل ليتل ونون وايتش وايفري دي اسمها كوانتيفايرز اللي هي محددات الايه؟ الكميات خلاص. كويستشن بقول يتشكك او يناقش. وكويستشن تنفع في الشرطه بقى يستجوب. لما اقول ضابط الشرطه يستجوب المتهم ازاي اقولها؟ اقول ذا بوليس اوفيسر از كويستشننج از ايه؟ كويستشننج ذا سسبكت. يعني سسبكت مشتبه فيه او ذا اكيوزد متهم او كونفيكت واخدينها في القصه كويستشن. ايوه. ريسايكل يعيد تدوير دي بتساوي ريوز. ريسايكل هي ايه؟ ريوز يعيد تدوير شيء. ريجريت يندم لما اشوف الفعل ده من اولى ثانوي اللي هو كام شكل؟ اثنين بحذر جدا ممكن تاخد اي ان جي ممكن تاخد تو ايه والمصدر. ريجريت لو خدت اي ان جي بني ادم فين؟ والماضي لو خدت تو المصدر يبقى ياسف على قول او فعل شيء ان ذا فيوتشر. اي ريجريت ويستنج ماي تايم. انا نادم على تضييع وقت يبقى نادم على فين؟ يعني هي ويستد هيز تايم اند ناو هي فيلز سوري.
امال لما اقول كده اي ريجريت تو تيل يو ذات يور ابلكيشن هاز بين ريجكتد. انت رحت الشركه قدمت وهما التقديم بتاعك ده اترفض. بيقول لك كده هو لسه هيقول لك ما اقولكش بقى ريجريت انفورمينج تو انفورم وريجريت تو ايه؟ تو انفورم يعني يبلغ او يعلم وريجريت تو انفورم يو ذات يور ابلكيشن هاز بين ايه؟ ريجكتد. ريموت نائي او بعيد طبعا بتساوي ايسوليتد بتساوي فار اواي وعكسها نير مثلا. سي ويد واخدينها في اولى ثانوي عشب الايه؟ البحر سي ويد. سكند هاند مستعمل برضه اخدينها بمعنى ايه؟ يوزد. يبقى حاجه يوزد يعني ايه؟ مستعمله. سكند هاند كار موبايل. سيل سولد طبعا يبيع او يحط مبيعات. سو شايفين ديان سي ويد امال دي بقى سو والماضي منها التصريف الثالث سون يبقى فعل شاذ بس هو التصريف الثاني عادي بنضيف له ايه بس؟ اي دي. يبقى سو معناه يخيب. لما احط السي الاولى دي سوينج ماشين اللي هي مكنه صيانه اسمها سوينج ماشين. طبعا في عندي بقى سي بمعنى ايه؟ يرى. يبقى عندنا كده لو كتبناهم كده سي الاولى بمعنى ايه؟ عشان الوقت بس كده يرى سو يخيط يخيط سو بالاو ها يبذر. عارفين لما الفلاح كده بيبذر البذور كده في الارض سو ماشي؟ يبقى سي سو سو اتنين ايه هنا وهي ايه؟ او. طيب سولار شمس طبعا سولار باور طاقه شمسيه سولار باور يعمل بطاقه شمسيه. اخد الصفه واخد كلمه باور ضيف لها ايه؟ اي دي. في مثلا الات سولار باور او ساعات مثلا وفي بترول باور يبقى تعمل بايه؟ بالبنزين بترول باور. سبورت ساينس والعلوم الرياضه ضو سوري ثرو عبر او ايه؟ او خلال. فيكل بول مركبه او شاحنه. ويل طبعا عجله وكلمه وركينج لايف الحقيقه ايه؟ وركينج لايف. احنا قرانا دول. طيب نشوف الكتاب عشان ما تعرفوش الصوره. طيب ماشي الاسئله كده بقول some of the most difficult situations make us stronger. يعني اصعب ايه ممكن تخلينا اقوى؟ كارير ولا كومن سنس ولا لايف تشينجينج ولا امبلي؟ لايف تشينجينج. بمعنى ايه بقى؟ يعني بالعربي يعني ايه لايف تشينجينج؟ او تغيرات ايه بقى؟ حياتيه. لايف تشينجينج خلاص؟ تجعلنا سترونجر يعني ايه؟ اقوى. The car factory gives to a lot of people in our area. Employment. معنى الجمله كده عاوزين احنا بنشتغل بس كده نبقى فاهمين المعنى عشان الثانويه تجيش الجمله من الكتب. يعني بقول مصنع السيارات ده بيعطي او يوفر ماشي او يخلق كده employment يعني توظيف to a lot of people in our area. يبقى give employment. طيب ده لما عاوز اقول كده يخلق فرص عمل. فاكرين التعبير ده؟ تكروا معايا النهارده لازم نراجع فوكاب. كرييت جوب اوبورتيونيتيز. كرييت جوب اوبورتيونيتيز. ممكن جوب دي انا اغيرها دي تبقى ورك تمشي ورا. ممكن كرييت تبقى بروفايد او اوفر تمشي يوفر ماشي. بس الاقوى كرييت جوب اوبورتيونيتيز دي معناها كده يخلق فرص عمل. كرييت جوب اوبورتيونيتيز. طيب هنا بقول مسز سوهاز ان اديوكيشن ستارتد وين شي جوت ا جوب ات برايمري سكول. كارير حياه مهنيه كارير. I have the same as my friends. We all think that we should look after the environment. انا عندي the same توجه
توجه زي كلمه اوبينيون، زي كلمه بليف يعني اعتقاد، يعني هو مؤمن بحاجه معينه. احنا كلنا بنؤمن ان احنا المفروض نعتني بايه؟ بالبيع. My brother started working in a factory and gained، يعني ايه gained؟ رد كده بسرعه شويه كده اشتغلوا. اكتسب reasonable working، ناخد ايه بقى؟ knowledge of safety procedures، يعني knowledge هنا؟ ممكن اقول knowledge. طالما تمشي كلمه ثانيه ما تجيش في اختراع، ممكن اقول experience. ما هو يكتسب خبره، يكتسب معرفه، خلاص؟ فاقول بقى working knowledge of safety procedures. خمنوا يعني safety procedures؟ اجراءات امنيه او اجراءات السلامه والامان. انتوا عارفين ان لما يقول لك الامن والامان هنبتدي نختلف بقى، الامن والامان، الامن security، الامان safety. تفتكروا ان كلمه سيف يعني امن وان سيف؟ امن. امال security جاي منها سكيور، امن، يعني في كلمتين بمعنى امن. نقولهم كده تاني؟ ها؟ سكيور وسيف. سكيور امن جاي من كلمه ايه دي؟ سكيورتي. وسيف امن جاي من كلمه ايه؟ سيف. طيب قولوا بقى العكس بتاعها ايه؟ عكسهم. انا عاوز اقول غير امن احط هنا ايه؟ انسيف. طب هنا انسكيور. ماشي؟ احنا قلنا البريفكس دي مالهاش قاعده، كل يعني فعل او صفه بياخد حاجات لوحده. يبقى لما اقول سكيور وسيف بيساوي بعض، انسكيور انسيف غير امن. يبقى هنا ناخد نوليدج. ماي جراند فادر هاز ا لوت اوف وي فريكوينتلي سيك هيز جايدنس. يعني ايه التعبير ده سيك هيز جايدنس؟ يعني نتبع او نسعى الى ارشاده، بنسمع كلامه يعني جايدنس. يبقى ناخد ايه بقى؟ ويزدم. بمعنى حكمه. طبعا هيتريد النمبر بي، الكره والبغض، جيلاسي الغيره، وهيلب الصح. The Minister of Education is adopting. Adopt يعني يتبنى أو يقتبس. Adopt ممكن تيجي للشدرن أطفال، وممكن تيجي لـ ideas يعني أفكار. يعني ياخد فكرة واستخدمها. بيقول لك وزارة التربية والتعليم تتبنى plans to the Egyptian educational system. Reinvent. يعني إيه reinvent؟ يعيد تأهيل. يعيد تأهيل أو يصلح كده. يعني عندي ري انفنت دي، لو حابب اجيب كلمه قريبه منها في الجمله اللي عندكم دي، ري انفنت ترجمتها يعد ايه؟ تاهيل. في التعبير اللي عندكم ده ممكن نساوي ريفورم، يصلح. ماشي؟ وريفورم دي بقى ناون وفيرب، تنفع يصلح او ايه بقى؟ اصلاح. اصلاح تعليم، ريفورم طبعا ده اصلاح في الهيكل، اصلاح معنوي. امال لما اجي اصلح حاجه بقى؟ فيكس ومند وريبير. ماشي؟ امال دي ريفورم. مستر رامي اور ساينس تيتشر هاز ميد سيجنيفيكانت، عمل حاجه مهمه تو هيز ستودنتس لايفز ان اوردر تو موتيفيت ذيم، يحفزهم كده تو اتشيف ذير جول. يبقى كونتريبيوشنز. ما ننساش ان كلمه كونتريبيوشن كاسم بتاخد ميد. عندكم في الجمله ميد وبعدين صفه سيجنيفيكانت كونتريبيوشنز. يعني قدم اسهامات هامه. significant هنا بتساوي كلمه ايه؟ important. يبقى بحفظها على بعضها كده make contributions to. طيب know when exactly to take risk in their businesses. يعرفوا كويس قوي امتى ياخدوا مجازفه في اعمالهم. مين دول بقى؟ entrepreneurs. قلنا معناها ايه بقى؟ entrepreneurs. المفروض ان انتوا تنطقوا ورايا كده، ويعني على اساس ان احنا نقدر احنا نستوعب الكلمه يعني. يلا ما عارف المكنه كده بتكون كيف ولا لسان شغاله خلاص. Thank you.
يبقى لما نحفظ كده اقول make contributions to knowing exactly is to take risk in their businesses. مين بقى اللي عارفين امتى بالظبط كده ياخدوا ريسك؟ يعني ريسك مخاطره او مجازفه زي كلمه دينجر او هازارد يعني. فناخد بقى entrepreneurs بمروات ايه الاعمال. taking risk المجازفه is the essence of entrepreneurship. يبقى عاوز يقول لك ان في entrepreneur و entrepreneurship يقصد بقى المجازفه او يقصد بها يعني رياده الاعمال اللي فيها ايه مجازفه. كلمه essence يعني جوهر او اصل. شايفين الكلمه دي واخدينها قبل كده في اولى ثانوي الفرق بين appearance المظهر و essence الجوهر بتقابلنا. يعني بقول لك المجازفه هي اصل عمليه entrepreneurship. online has made it easier to transfer money. تحتها خط transfer money يحول اموال يحول او ينقل. بس نقل هنا بقى نقل مادي ولا عن طريق مثلا اجهزه الكمبيوتر وكده. يعني حاجه زي ما يكون وايرلس لاسلكي. ناخد ترانسفير. ناخد ايه بقى ترانسفير؟ ممكن انقل رصيد او رصيد حتى في الموبايل او كده ترانسفير برضو. ننقل لاعب من ايه من نادي الاخر اسمه ترانسفير ماركت سوق الانتقالات. فترانسفير ماني ذات اني تايم فروم اني بليس. ناخد ايه بقى اونلاين بانكينج اللي هو الصرافه اللي بقى اللي عن طريق الانترنت اللي ممكن ننقل بقى اي حاجه اونلاين بانكينج. هي such an spirit. تحت خط spirit يعني ايه spirit؟ روح. قلنا في حصه النهارده entrepreneur كلها كام شكل؟ ثلاثه. entrepreneur رائد اعمال وتلاقيها جمع مفرد وجمع. entrepreneurial اللي هي دي. entrepreneurship اللي هي نفسها. فهنا بقول سبيريت. سبيريت يعني ايه؟ هو عنده روح فيها رياديه فيها مجازفه يبقى عاوز الصفه. entrepreneurial طبعا هتبقى صعبه بقى لو اجيب لكم بقى الفاميلي بتاعت الايه؟ الكلمه entrepreneur وضاف لها اس وضاف لها اس اتش اي بي. طبعا انا جايب لها دلوقتي ايه؟ يعتبر جايب لها حاجات ايه سهله جدا. بقول I don't know how I have made that great choice. مش عارف انا اخترت الاختيار العظيم ازاي. It's just a matter of مش عارف اخترت الاختيار الصح ازاي. دي عمليتي بس common sense. يعني ايه common sense؟ حسن اختيار او اقول منطق مثلا. ماشي common sense. difficult situations بقول لك المواقف الصعبه give you useful life experience اللي هي خبره يبقى حياتي. طيب سولار وجنبها شرطه كده اسمها هايفن. سولار كارز ده بقى مش سؤال امتحانات بقى جاي لكم بقى ومشتقاتها. انا هنا باخد الصفه وباخد الاسم اخليه فعلي. سولار باور كارز يعني بقى السيارات التي تعمل بها بالطاقه الشمسيه. فين الصفه في التركيبه دي؟ سولار على السبوره سولار. وبعدين احط هايفن واخد كلمه باور اللي معناها طاقة. احط لها ايه بقى؟ اي دي تبقى باور. وفي الاخر اخد كارز مثلا السيارات او غيرها. يبقى في هنا باخد ناون ماشي وديا تستخدم كادجكتيف يعني صفة ودي برضو ادجكتيف صفة. سولار باور دي كار. افكركم كده من اولى ثانوي. 3 finger هان. فاكرين القصه؟ شخص كده كان له يعني يد فيها كام صبع؟ انا خدت 3 ما ده صفر واخدت finger ضفت لها بقى اي دي وبعدين ناو خلاص. يبقى سولار باور دي كار او 3 finger مان هان سوري. طيب سولار باور كارز بقول تو جيت تو بيتر ماي سكيل. بيتر يعني يحسن. يبقى اول مره ناخد كلمه بيتر بمعنى فعل. يعني بيتر هنا بتساوي كلمه ايه؟ امبروف. تو بيتر ماي سكيلز اي تشوز تو انرول ان. انرول اتفاق يسجل اسمه. انرول بتتكتب ال واحده او اتنين ال. يعني انا اخترت اسجل اسمي ان ا رايتنج كلاس كرييتنج يعني حصص كتابه ابداعيه. كلاس هنا معناها حصص او درس يعني كتابه ابداعيه كرييتيف. ا جود امبلوير قلنا يعني ايه امبلوير؟ صاحب العمل. صاحب العمل ميكس فول يوز
يستغل اقصى استغلال ميكس فول يوز يعني يستغل بشكل امثل اوف ذا اوف ايتش ممبر اوف ذا ستاف بوتنشال يعني بقى احتماليه دي معناها قدرات مش معناها احتمالات بقى دي معناها قدرات وقدرات العقليه اكتر منها الايه البدنيه بوتنشالز يعني يقصد بقى الايه القدرات العقليه Our word is like all, some, many. Quantifiers. محددات الكمية. Quantifiers هو جرامر الوحدة دي. He took my advice without. هو خد نصيحتي بدون. He trusts me. Questioning. شك. بدون شك. يعني خدها بدون زي ما احنا نسميها في اللغة كده. بدون تردد. فاكرين يعني ايه تردد بقى? Hesitation. عشان تعرف النهاردة لازم نتكلم في بوكاب كتير. Hesitate. Hesitation. Hesitate كفعل يتردد ده فعل verb. Adjective noun. طيب hesitant متردد don't be hesitant hesitation تردد. كلمة hesitant كده قريبة من كلمة مهمة جدا وبتيجي كتير في الترجمة وفي قطع الفهم reluctant برضو متردد بتردد reluctant خلاص يبقى hesitate لما قول بقى without hesitation زي دي يعني without questioning مستر مش hesitant دي اسم لا متردد hesitation متردد فين الاسم بقى؟ عشان كنا يعني لما نجيب الاسم من حاجه بيبقى زي يعني ايه الشخص نفسه بيبقى زي الاسم بيبقى اسم زي لا هي الفعل hesitate يعني يتردد بيعملها الاسم hesitation امال لما اقول hesitant صفه انا متردد هتتجمع ازاي؟ ممكن اقول they were hesitant كانوا ايه بقى؟ مترددين بس مش هتجمعها يعني الكلمه دي adjective يعني صفر مش هتتجمع لو في دماغك كده انه عاوز تقول ايه مترددين يعني ككميه اقول we they were hesitant زي they were clever مثلا ماشي بس مش هتجمعها طيب هنا بقول I think he is a very I think this is a very high price for such a car this way buying a new one is better سكند هاند يعني بقول لك السعر ده عالي جدا على السعر يبقى سامد سكند هاند انا مش عارف ايه المشكله ان الطالب كده لما يعني قلنا حاجه على السبوره وجايين نحل اسئله كده الطالب انه يكرر ويبقى معايا كده يعني ليه ابص للناس كده الان يعني حتى مش عاوز تقول كلمه طب ليه بقى؟ احنا جايين نقعد يعني ابسط حاجه ما بتتعملش يبقى سكند هاند ممكن اكتبوها ايه بقى؟ يوزر. I think this is a fair price تحت خط fair price سعر عالي سعر عالي ممكن اقول fair عادي ممكن اقول reasonable معقول لو واخدين فيها reasonable يعني not high not low مش عارف ولا عالي قوي ولا تحت قوي reasonable يعني reachable في المتناول reachable بول فور such a car it runs electricity from the sun solar power يعني حاجه تشتغل بالطاقه الايه؟ الشمسيه قلنا ناخد سولار زي ما هي سولار شمسي بس خاصه بالطاقه امال يعني ايه صاني؟ مش مش ليك صفات؟ اه صاني دي يوم مش صن صاني ولكن لما اقول الطاقه تبقى سولار الطاقه تبقى ايه بقى؟ سولار طيب مون يعني ايه؟ طب الصفه من مون ايه بقى؟ متاح التاليف يعني لونا دي معناها قمر لونا ماشي لما نقول مثلا لونر سويل تربة قمرية لونر روكس صخور قمرية حاجة خاصة بالقمر ريليتد تو ذا مون مش هو دلوقتي ريليتد تو ذا صن الشمس حاجتين صني سولار امال مع مون بقى
لانر. لانر سويل او ايه دي معناها قمري خاصه بكلمه مور. طيب بلاننج از ون اوف ذا بيزك اوف سكسس. بلاننج فاكتور يعني فاكتورز عامل. ممكن اقول فاكتورز, ممكن اقول مثلا ريزونز يعني اسباب. يعني مش عاوزين نربط اللغه بالجمله دي. فاكتورز ريزونز كلها تمشي. يعني بقول لك التخطيط هو احد العوامل الرئيسيه لايه؟ النجاح. The security in this factory are built. ايه بقى المثاليه والكويسه جدا في المصنع ده؟ بروسيجرز. يعني ايه بقى؟ اجراءات اللي بتساوي كلمه ايه؟ ميجرز. يعني بقول اجراءات الامن اللي في المصنع ده مثاليه بيرفكت. Don't let your life kill your happiness. Humans need some time for themselves. Working. يعني ايه الجمله دي برضو؟ لا تدع هي العمليه تقتل ايه؟ سعادتك. فالبشر محتاجون لبعض الوقت الايه؟ نفسهم يعني. يعني لو عاوز اقول لك كده بالانس وازن between your private life and working life. الحياه الخاصه والحياه العمليه. The success of my cousin has me. I felt I can be successful too. Inspired. بقول لك نجاح ابن عم وابن خالي الهمني. ساعات كده في الامتحان بقى بجيب جمل خداع زي دي. لو جت الجمله دي في الجمله, لو جت الجمله كامله في الامتحان, The success of my cousin has inspired me. وقام حاطط تحت كلمه ايه بقى؟ inspired. بقول لك نوعها ايه؟ adjective. No. It's a verb. انضباط. فعل فين؟ في الماضي. مش كل مره بالايد تبقى ايه؟ صفر. بقول لك نجاح ابن عمي الهمني. يبقى ده فعل اهو. يلهم الهم الماضي منها. يبقى ناخد انسباير. لو في الامتحان بقى يجي لك الكلمه كامله ويقول لك نوعها, نوعها اتس ا فيرب ده فعل بس ان ذا باست فين؟ في الماضي مش صفه يعني. Each sheet has a different code. ها؟ بابل. يعني ايه بابل شيت؟ يعني احنا بنسميه ايه وبيسموه يعني ايه بالعربي؟ يعني ورق بدوائر كده اللي بنكتبها احنا اخر السنه. الورقه دي فيها ديفرنت كود. اكتبوا جنب كده شفره مختلفه. ديفرنت كود. كود يعني ايه؟ شفره مختلفه. لو كتبت على السبوره كلمه كود وقلت دي نون وفيرب, حد يعرف يخمنها؟ شفره. ايوه صح كده. يشفر. يخليها ايه؟ حاجه سريه. واحنا واخدين قبل كده في الاعدادي سيكريت كود. شفره اللي هي سريه. كلمه كود ما تترجمش بالعربي كود, لان لو ترجمتها كود يبقى ما ترجمتهاش. هي شفره. حاجه محتاجه يعني كلوز, يعني مفاتيح كده. زي ما مثلا في الحروب لما بيتكلموا بعض ما بيتكلموش بعض الكلام بتاعنا ده. ده حاجه سريه او حتى بعتوا رسائل اسمها سيكريت كود. كود يبقى نون وايه؟ وفيرب. طيب لو انا خليتها بالشكل ده دي كود حاطط لي الوقت دي يفك الشفره. يفك الشفره دي كود. طب كتبتها بالشكل ده بقى دي كودر جهاز فك الشفرة. ده الجهاز بقى. يبقى لما اقول كود دي شفرة او يشفر ودي كود يفك الشفرة احط لها ار تبقى الجهاز نفسه. زي اللي بيشترك في قنوات بي ان كده بيشترك اشتراك رسمي بيدوا له ايه؟ ريسيفر كده. الريسيفر ده اللي هو اسمه ديكودر. جهاز فك الشفرة. هو بيوصله طبعا بيدفع فلوس الاول. وبياخد الجهاز ده بيفك بقى القنوات دي بيقدر يفتح القنوات الرياضيه اسمه ديكودر. خلاص؟ رقم جيس. هاو ماتش ليكويد؟ يعني ليكويد؟ داز ذيس كونتينر. دي مهمه بقى. هول قلنا يستوعب او يحتوي على يعني الحاويه دي ممكن تشيل سائل قد ايه؟ الاستاد ده يتسع لكم متفرج؟ حد فاهم حاجه؟ يبقى هولد لا اكثر من معنى. This is a modern which is environmentally friendly. Vehicle. Vehicle. يعني مركبة
فاكرين الانفيرمنت فريندلي بتاع الثانوي حضرتك اللي هي البي انفيرمنتلي الواي مع كلمه ايه فريندلي اتس كومنلي بيليفد يعني يعتقد ان ذات اتس هيلثير تو درينك ووتر بوتل مياه ايه بقى معبأة بوتلد ووتر خلاص ذا بيست ثينج ذات بلاستيك از ذات ات كان بي سايكل يعد تدوير بيقول لك افضل حاجه في البلاستيك انه ممكن يعد ايه بقى تدوير طبعا ولكن هو اكتر حاجه مؤذيه للبيئه ليه بقى ليه البلاستيك مؤذي للبيئه الحديد والرصاص والكلام من ده لما بيتحرق بيدينا بويزنس جاسز يعني غازات ايه بقى سم ولما بتدفن في الارض ات دازنت ديكي لا يتحلل هو كتير جدا ماشي ممكن الحديد والرصاص والحاجات دي كلها الارض بتاكلها ولكن البلاستيك لا زيك من ساعه ما طلع في الصناعه والامراض كترت بلاستيك حتى المياه المفروض طبعا احنا كلنا بنشتغل غلط برضه المياه المفروض في حاجات جلاس مش بلاستيك زي دي لان ساعات بيقول لك المرض فعل معاها المهم راحتها بقى The most thing about plastic is that it doesn't break down يعني ما بتكسرش ممكن يتنى كده بطريقه معينه طبعا بريك داون لها كم معنى؟ اثنين تنفع تعطل وهنا على ايه؟ انكسر بريك داون كورونا فيروس از دينجرس بات ذير هاف بين ماتش مور دينجرس اوفر ذا ايجز بانديميكس فاكرينها؟ بانديميكس نيفر ذا جود يو ديد تو سم وان اونلي ذا جود دو جود ريجريت فاكرين يعني جريت؟ لا تندم على الاحسان اللي قدمته لواحد اونلي ذا جود دو جود فالمحسنون هم من يقومون بالاحسان ذا جود انا على فكره معناها المحسنون صناع المعروف يعني مش ده صفه ذا ريتش الاغنياء ذا بور ذا فيمس ذا جود المحسنون هم من يقومون ايه بذلك ماشي؟ اكستنكت انيمالز تحت خط اكستنكت لا برضه شويه الوقت افضل في عندنا مشاكل في المكان ده قديمه مالوش حاجه جديده اكسنت على المنقرض صفه هذا المنقرض دي نو لونجر اون ايرث اكزيست دي من اولى ثانوي نو لونجر ايه بقى اكزيست لا تتواجد على الارض لا توجد على الارض وطبعا احنا فرقنا كتير قوي بين اكزيست يوجد وفايند يجد هدير رقم 34 ايه رايك كده تاني؟ طيب can you use find ممكن تستعملوا find في الجمله دي we can find extinct animals يعني ماشي طيب يجوز استخدام find مكان ايه exist ولكن نحطها in the passive form المجهول نحطها فين في المجهول يبقى are never ايه found are never ايه found dinosaurs no longer exist خلينا ناخد اسم حيوان dinosaurs no longer exist او dinosaurs are no longer found يبقى لما اخد find بمعنى يجب مكان ايه exist تتساوي بيها امتى لما احط find in the passive فين اللي هو الدرس بتاع الوحده اللي فاتت يبقى اقول dinosaurs are no longer found لما تقعد توجد على سطح الارض This is worth يعني يستحق أو يساوي millions of dollars. It's a unique work of art. بنتي رسم بالإيد. شوفوا انتوا بقى رسومات بالإيد كده غريبة كده بس تعمل لها مهرجانات كبيرة قوي تتباع كده ب 8 million of dollars. بنتي This injured man needs much health care in order to increase his. محتاج رعاية عشان نزود إيه of survival. Chance. يعني إيه chance؟ فرص البقاء او النجاه سرفايفل يعني ايه البقاء او النجاه واحنا واخدين قبل كده سرفايفل فور ذا فيتست البقاء الاقوى الفعل من ايه سرفايف يبقى او ينجو بنعمله سرفايفر الباقي او الناجي ماشي سرفايفل البقاء الفرق بين سرفايف وليف ليف يعيش نورمالي لكن سرفايف ينجو بصعوبه ممكن بعد اكسيدنت يعني حوادث او بعد ناتشرال ديزاسترز كوارث ايه بقى؟ على فكره كلمه سرفايف ما تاخدش حرف جر لم ينجو احد من الحادث ازاي ترجمها دي؟ لم ينجو احد من الحادث نو وان سرفايف ذا اكسيدنت بدون حرف جر ينجو من ما تاخدش حرف جر
no one survived the accident. خلاص؟ بقول it's nice to see colored fish. بقول جميل جدا نشوف سمك ملون moving among seaweed. الأعشاب تبع البحرية seaweed. شو أخذت في تنسنا algae pathology؟ آه. أنت برضو ما كنت عندي؟ آه. I need to find a needle. نيدل يعني إبرة. محتاج إيجاد إبرة to the bottom of the shell. سو ليه بقى؟ يخيط. بطن يعني زرار. تنفع زرار في الملابس ممكن تكون زرار كده كهرباء زي سويتش. خلاص؟ A young has built a solar powered tuk tuk. توك توك عمل توك توك بالطاقة اللي بقى الشمسية. ناخد إيه بقى؟ الانفنتور. يعني الانفنتور مخترع. لما أقول بيلد ويجي معاها حاجة أقول صمم. تنفع بنا وكل حاجة تمشي بس دي رامي كلمة ديزاينر يعني مخترع شاب قام بتصميم توك توك يعمل بالطاقة اللي بقى شمسية سولار باور توك هي از ا جود تيم بلاير هاوفر ريلاكس هو لاعب يجيد اللعب في الفريق ولكن هو لاكس ينقصه ينفع اقول ينقصه باشن بنتنج فاكتور ترانسبورت يا اخوانا في الاستبعاد اللي بنقوله من اولى ثانوي هو ينقصه اللي ايه الشغف الحب للوظيفة ماشي زي ما يكون هو بيشتغل بوظيفة بس مهمل شوية باشر A team of science بقولك فريق من العلماء have a new vaccine for coronavirus يقولوا تطور يعني فاكرين الفاكسين لقاح بسبب vaccination والفريق من الفاكسينات لما تاخدي بقى شهادة تطعيم اسمها ايه بقى شهادة تطعيم ايام الكورونا كده ما كانش حد بيعمل اي مصلحة الا بالشهادة دي تكون معاه اسمها vaccination degree ولا certification شهادة موثقة اسمها vaccination ايه بقى certification شهادة تطعيم يبقى اي شهادة مختومة اسميها بقى certification من اول بقى birth death اقول مثلا GS اللي هي تعبت كانت ثانوي خلاص او اي حاجة ايه شكل المكنة جابت افاق وعليكم مكنة طيب ماشي ماشي طيب ماشي بنزين خلاص يا اخوان الوقت طبعا الستارة اللي جنبكم دي هتشوفوا كده معايا؟ طيب رقم طيب بقول something that is so important that it results in results in your life being different ناخد ايه؟ life changing طبعا التعبيرات اللي قلناها في اول حصه life changing بقول if the ability القدرة to use your knowledge of life to make good decisions wisdom
اللي هي الحكمه. واخدين النهارده ويزدم الحكمه، طب كومن سنس المنطق يعني. تو از تو تشينج هو يو ار باي ستارتنج ا ديفرنت جوب. ري انفنت، يعيد تاهيل. ري انفنت is the basic level of practical knowledge. Working knowledge. معرفة العملية، المعرفة العملية. is the simple understanding of how something works. اللي هو بقول لك الفهم البسيط لأي حاجة بتشتغل ازاي يعني. Common sense اللي هو المنطق يعني، أو التمييز أو حسن التدبير مثلا. Means doing something to make a difference to a situation. تعمل حاجة كده يعني مختلفة في موقف. ناخد بقى contribution number B. Is the knowledge you gain from life experience is when someone is paid to do a job. Employment. الجزء اللي جاي بقى زي ما الكتاب بيجيب كده، بيجيب جدول وفي بعض الكلمات وعليها أسئلة. أقرأه معاك ولا نحل على طول؟ طيب واحنا بنشتغل بقى نشوف احنا خدنا الكلمة ده عشان ايه؟ يعني كفاية كده؟ لما باخد رايكم ما نوصلش لاي حاجه. ما احنا ممكن ناخد دول بسرعه وناخد جرامر. لا جرامر، لا جرامر، لا جرامر القديم اللي كان وقت. ماشي جرامر ده هو القديم بس ده. كنت مجهز لكم 20 سؤال على الصبوره بس اتكرمنا يعني. طيب هناخد بسرعه كده. بقول هنا I don't like being a nurse so I want to direction change. أغير توجه الوظيفة. change direction. doing an internship helped me. بتقول طب حل على طول. gain يكتسب شيء بقى. معنوي. اللي هي work knowledge. معرفة اللي هي العملية. planning and hard work the causes or the chance of your success. increase يعني تزيد من فرص النجاح. you can some writing for your website. do some writing. طيب she married to a successful young engineer. got married. طبعا get married to يعني اتزوج. لما اجيب الماضي من get اقول ايه بقى؟ got. ممكن got انها بتساوي was يعني البديل بتاع she was married to او she got married to او she married من غير to. وصلت؟ يبقى لما يتزوج ممكن اقول verb to be او verb get بس to متزوجه من. امال لما قلت تزوجت مارد من غير بقى تو. stressed about starting a new job. feeling stressed. challenges بقول التحديات كده are by those who seek success. faced are faced. yes دي مجهول طبعا. the smart car we are will be ready for the market next year. building. طبعا build a car يعني يصمم سيارة. build أو design بمعنى واحد. I am a volunteer. بقول لك أنا متطوع. I do not paid for my work. get paid. I don't get paid. يعني طالما هو متطوع ما بياخدش إيه؟ أموال. يعني I'm not paid. I don't get paid. هي I'm not paid. يعني العامل بتاعه paid ولا unpaid؟ Unpaid. Yes. The positive impact بقول التأثير الإيجابي مستر أشرف on his students is clear. has طبعا ناخد verb to have. يعني الأسئلة بسرعة كده. بقول she was offered employment اتعرض عليها توظيف in the sales department. اكتبوها كده sales department. قسم المبيعات. employment here is similar in meaning to job. number B. job ليه إيه؟ وظيفة. use your common sense if something goes wrong. بقول common sense كده يمكن يكون مرادف لإيه؟ ويل سوري ويت وزدم. فوق لسه انا قلنا كلمه ويت ذكاء لو انتوا فاكرين. ويت بتساوي انتليجنس. انا فاكر كويس اللي انا قلته على فكره. ويت دبليو اي تي مش اي يعني بقى ذكاء بتساوي انتليجنس. طب انا خدت التعبير بقى عشان افكركم به. لما اقول ماذرز ويت بتساوي بالعربي كمان الذكاء الفطري. الذكاء الفطري ماذرز ويت يعني الذكاء الفطري. ويت دي جاي لنا صفة ويتي نضعف الشتي ونحط واي يبقى ذكي. ويتي بتساوي انتليجنت.
طيب the employment of children is against the law. التعبير ده معناه توظيف الاطفال ضد القانون. خلاص the word employment بقول لك هنا the word employment ممكن استبدلها بايه؟ taking on اللي هو توظيف او استغلال الاطفال. ماشي. National employment has increased او has reached 92%. The word employment here is an interim. يعني هو عكس ايه بقى؟ unemployment. Egypt is reinventing the education system. مصر كده بتعمل على تأهيل، إعادة تأهيل كده النظام التعليمي. بقول لك reinventing هنا قريبة من كلمة ايه؟ reform. قلنا اصبرهم شوية. reinvent زي كلمة ايه؟ reform. يعمل على إصلاح أو يصلح. أي يصلح في الهيكل يعني. طيب تحت خالص. I have a 10-year-old son. ولد 10 سنين. This means my son. طبعا بقول لك فوق كده عشان تقول واحد عنده كام سنه. لو انت قلته كده في البيت يا اخوانا اكتر من حد. احنا قلنا مثلا a 10-year-old boy او a boy aged 10 aged يعني عمره او a boy who is 10 years old. كل التعبيرات دي تدينا معناها انه عنده ايه؟ 10 سنين. كلمه a 10-year-old son بتساوي ايه تحت؟ is a boy of 10. a boy of 10. a boy of 10 فين بقى؟ لا لا هو بيقول هنا this means my son. لا اصل مش تيجي بالشكل ده. ما ينفعش اقول my son aged 10. aged 10 دي لما يجي وراها تعبير. a son aged 10 مثلا had an accident. خلاص؟ بقول I have a 10-year-old boy. this means my son aged عاوز is. is aged. خلاص؟ عشان تبقى كامله في الجمله دي. smoking will surely result in يكتب كده يتسبب result in. result راح احط بره ايه؟ يعني بقى كلها تتضرب بقى. لو عاوز كلمه بتصير result in cause من غير حاجه كفعل cause lead to يعني create يتسبب. create تنفع يخلق فرص عمل تنفع ايه؟ يتسبب يتسبب فيه. بقول لك الفريزل فيرب result in ده دي معناه ايه بقى؟ cause و lead to. احنا بنقوله بقى من اولى ثانوي. يبقى result in بتساوي cause و lead to. being interested كونك مهتم in politics. يعني ايه politics؟ سياسة. علم السياسة and the public interest all his life. he a member of the parliament. يعني انتهى به المطاف انه اصبح كده عضو في البرلمان. ended up as. as بيجي وراها job. end up as يعني انتهي به الحال الى. طيب much of our surprise يعني دهشتنا. she agreed to marry a man the age of her father. يعني في سن ولدها كده. التعبير اللي بيقول much of our surprise بيساوي تحت very. we were very surprised مدهشين جدا. unlike wood يعني عكس الاخشاب او الخشب. plastic produces product sorry never breaks down. never breaks down. an power can runs او can sorry car runs on electricity. ناخد بقى سولار لان دلوقتي سولار باورد. سما وركد هارد اول سكول يير. شي كيم فيرست سو او از ريزلت. لذلك بي وسي جود كومباني. اكتبوها كده الصحبه يقول مثلا الطيبه او الجيده. جود كومباني has a positive impact on us. بقول كلمة company هنا affects us دي معناها ايه بقى؟ positively بإيجابية. he was a professional teacher of English. however he has managed نجح كده to invent himself engineer. as بيقول لها job. you pay for a free drink. free drink يعني مشروب مجاني. انت بتدفع ايه بقى؟ nothing. لا شيء. استنى القراءة. طيب نروح ماشي. هتبقى سبع اسئله اللي قبل القراءه. ماشي. success hard work to a goal. success results in ولا from. رقم واحد النجاح. النجاح ينشا من. هناخد ايه بقى؟
results from يعني ينشأ من مش in بقى. Hard work to a goal surely success. A و B result in و A و leads to. يعني في رقم واحد والتاني عايز اقول لك ان في فرق بين result in result from. Result from ينشأ من ينشأ من result from حتى بالعربي ماشي. اما result in يؤدي الى او يتسبب فيه. Don't expect him to decide he is a man. لا تتوقع منه ان هو يقرر لانه انسان ايه بقى؟ لما قلت شخص تنظيمي يعني شخص كده ما هوش مجازف يعني ماشي ما عندوش رؤية واضحة هناخد بقى organization man number B لازم اقول man خلاص؟ What he never stops taking business risk too many money. What an entrepreneur. يا له من مجازف. ده الصفة طبعا. يبقى ناخد نمبر دي. They work for a rich. هو شغالين لحساب rich. Employer. نمبر سي. قلنا في أول حصة عن employer. صاحب العمل. Among your among young people is undoubtedly يعني بلا شك a serious economic and social problem. بين الشباب تعتبر بلا شك مشكلة خطيرة. Unemployment يعني unemployment بطالة. I have been searching for a job for 2 months but I'm still أنا ما زلت unemployed عاطل يعني خلاص. الواحد اللي فات كده في الاول الجرامر كنا خدنا البوكاب اللي فيها في الاول الجرامر كده يعني انا 84 64 ناخد جزء من الجرامر الباسيف اللي هو الوحدة اللي فاتت. Archaeologists found a beautiful old statue which to a museum in Cairo next week. تبارك تحلول الجمل دي لازم اعمل ايه؟ اخد بالي زي ما كنا بنشرح على السبورة وشرحناها مرتين اخد بالي من الكلمة الدالة على الزمن عندك next ايه؟ week يبقى عاوز future بس مستقبل مجهول اخد will be taken on the plane في الطياره كده all small bags should be bought طبعا اي فعل ناقص اخد ايه بي وتصريف ايه الثالث food by mom what delicious meals she makes is always made طبعا is always تصريف ثالث more schools to decrease the number of students in classes يعني المزيد من المدارس وستبنى يبقى لازم اخد مستقبل او شكل جوينج يعني يبقى ناخد ايه بقى دي ار جوينج تو بي بيل اتفقنا كده ان اي حاجه فيها تو مجهولها بي والتصريف ايه تاني ار جوينج تو بي بيل تشيلدرن ديو كير يعني يقصد بها اهتمام بالغ تو بريبير ذيم تو فيس ذا تشالنجز اوف لايف ار جيفن يبقى تشيلدرن ار جيفن ايجيبشن كوتون كلوز بقول لك الملابس المصرية القطنية all over the world are sold بمعنى ايه؟ تباع مجهول خلاص؟ are sold تباع دي يعتبر مضارع in medical conferences in Egypt هل اللغة الفرنسية تحدث بها؟ انا دي بقى عاوز صفة عاوز is عاوز French وتصريف ايه؟ يبقى ناخد نمبر B is French spoken نعم؟ رقم 7 ما نقول اللغة الفرنسية هل اللغة الفرنسية يتحدث بها في المؤتمرات الطبية في مصر؟ هل اللغة الفرنسية يتحدث بها في المؤتمرات الطبية في مصر؟ Is French spoken؟ French هنا معناها اللغة الايه؟ دي اللانجوج مش الناشوناليتي. The car will it no longer breaks down. خلي بالك بقى الجملة الثانية مضارع ما عرفتش تتعطل أكيد اتصلحت كويس دي بنسميها ديدكشن يعني استنتاج واستنتاج في المجهول انا عاوز ماست وعاوز هاب وعاوز بين وتصريف تاني ناخد ايه بقى؟
يبقى must have been repaired. جملة بادئة بلوك يبقى عاوز ده مضارع مستمر معلومة ومجهول بقى حسب اللي قدامي. يقول لك look our school now is being a painted. Number B is being painted. اتفقنا كده لما يجيب لي كلمة معينة بيقفل الجملة على زمن معين. The patient thoroughly, اكتب كلمة thoroughly يعني بشكل كامل. من O thoroughly before the serious operation. Had to be examined. Was ولا had to be ولا had examined ولا had to examine. Had to be examined. Had to be examined. Number B اللي هو اضطر ان هو كده يخضع لايه؟ لفحص دقيق مثلا او كامل. Had to be examined. I am hoping that this serious issue. Issue قضية. القضية ومعنى كلمة resolve. Resolve يعني يحل. المفروض احنا بنشتغل في الجمل زي ما انا اتفقت كده. بنبدا بالكلمه الاولى ونشوف الفعل اللي احنا شغالين عليه. القضيه هتحل نفسها؟ لا. تبقى مجهول؟ تبقى مجهول. وساعات كده بروح للكلمه الداله على الزمن. بقول لك I'm hoping يبقى ده مستقبل اهو. That this serious issue ناخد ايه بقى؟ will be resolved. كلمه resolve هي solve يعني حل. Because this medicine has the potential اكتبوا يعني امكانيه to be poisonous امكانيه ان يكون ايه سام. it must with a doctor's prescription only be used يجب استخدامه برشوش الطبيب فقط. it must be used. these trees need to regularly. انت عندك trees الاشجار وعند water يعني ايه؟ يعني الاشجار دي يجب ان تروى بشكل ايه منتظم. ناخد ايه بقى؟ be water. needs to be water. خلاص. by next September التعبير ده هو بقول ده future perfect مستقبل ايه بقى تام. يعني بقول سبتمبر القادم بحلوله يعني a new secondary school in our village will have been built. الديرلي بيبول المتقدمين في السن كرولي. ساعات كده بيجيب جرامر صح يعني بس ارجع للميننج. تقول حاجتين يعني متقدمين في السن يجب ان يعاملوا بقسوه ولا قله؟ يبقى شودنت ولا شود؟ شودنت. نمبر دي شودنت بي تريتد طبعا ايه كرولي. دكتورز تو دو ذير بيست ان كيس اوف امرجنسي ار اسك. صبيان النهارده عامل صوت عالي قوي. نعم. من هنا. 16. هتأسكت؟ مين اللي سألهم طيب؟ مين اللي طلب منهم؟ لا دكتور طلبوا من حد تاني؟ فين الحد التاني ده؟ هم المفعول. يطلب من الأطباء أن يبذلوا قصارى جهدهم في حالة الطوارئ. مين اللي بيطلب بقى؟ بيبول يعني الناس أو the relatives of the patient أقارب المرضى. فما يبقى دكتور هنا مفعول. يطلب من الأطباء أن يبذلوا قصارى جهدهم ليه في حالة إمرجنسي يعني ايه؟ طوارئ. بقول جنرالي سبيكينج بصورة عامة I film reviews because I like to be open minded when I go to the cinema. I don't read. ده بقى معلوم أنا لا أقرأ. ما بقراش كده الإيه؟ نقول مثلا النقد بتاع الفيلم قبل ما أروح السينما عشان يشوفه براحته. I think your energy by sweeping up those leaves. Stop it. The wind will blow more down. ناخد ايه بقى؟ are wasting. I think you are wasting. انت بتضيع ايه؟ الطاقة بتاعتك. برضو مضارع مستمر معلوم. ما احنا قلنا دي معلومة ولا لا؟ اعتقد ان انت بتضيع الطاقة لان انت قاعد تلم في اوراق الشجر وهيجي شوية هواء يضيعهم تاني. حد فيهم حاجه؟ واحد بيلم اوراق الشجر كده في العواصف وهتيجي العواصف التانيه تشيلهم. فالجمله دي معلوم اعتقد انك تضيع. ما قالش الطاقه بتاعتك ايه؟ يعني يتم اهدارها مثلا. خلاص؟ لسه 19 ما خدناهاش. هي بتعرض على 17 ما خدناش ايه؟ ليه ما خدناش هي ريد لما اجي فيها انتهى بام ريد ريد يقرا انتهى بام ولا دو ريد لما اجي اقراها اللي عنده اي حاجه يقولها بس احنا في الجمله
ريد لما اجي ان في ريد مضارع بسيط ان في بايه بدونت وايه دازنت ولو كانت ماضي ديدنت مفيش حاجه اسمها ام لما قلت ام نوت ام نوت ريد يبقى الوقت يعتبر ايه الوقت نفيتها بايه بام يبقى انا عاوز نفي ومعلوم اي دونت ريد رقم important laws بقول لك القوانين المهمه by the parliament lately have been passed يعني باص يعني يصدر تم اصدارها عن طريق since the bridge it will help the traffic flow has been completed بعد استكمال many people vegetables in their gardens grow بيحط لك كده في وسط 20 جمله معلومه عشان ما تاخدش كده بالشبه يعني جرو يعني يزرع فوسيل فيولز بيقول لك الوقود الحفري فروم انيمالز واحنا شغالين بقى فيرب كام يعني ياتي ما حطش في مجهول اصلا ما حطش في مجهول ما خدش مفعول ما حطش في مجهول نهائي يبقى ناخد بقى كام الاولى ياتي من ذيس موتور بايكس ان تشاينا ذي ار ميد They are from the USA. مش مصنوعين في الصين يعني. أنتميت آخر جملة بقول this building used in longer is لأن في إيه بقى used. ده تخلوكوا قاعدين لغاية ما طلع الصبيان. لازم أهزقهم قبل ما يطلعوا.